الان خاص التعاقدات ديال الاداره مع المواطن تكون مبنيه على اساس ديال المعقول والواقعيه والانجاز في الاوقات اللي هي في الاجليه المحدده، من بلاش باقي يكونوا تعثرات ويكونوا يعني مشاكل في الانجاز مع المشاريع. الالتزام ديال الاداره مع المواطن بالطبع الالتزام كنترجموه في الالتزام ديال كل واحد من هذه اللي كيشكلوا هذه الاداره. الالتزام ديال الرئيس، الالتزام ديال المدير الاقليمي، الالتزام ديال العماله، الالتزام ديال شريك اخر ربما بالخواص، ربما بالسفير وغيره، التزامات اخرى ديال بعض الاطراف ربما اظن قطاعات ديال الخواص. ولكن العبره ولا الهدف الاساسي من هذا الشيء كله هو انه استرنا برنامج تعاقدي وضعنا برامج ومشاريع. كاين ربما عمل السويد على مستوى يعني التمويل وغيرك من الامور الدراسه وهذا، ولكن خاص نكونوا اوفياء لذاك البرنامج اللي وضعناه في كل دائره ولا في كل بشريه. الى بلاصه ضروري تيكون التتبع مع كل طرف من الاطراف المعين لهذاك البرنامج. بمعنى انه باش نوضعوا شويه ديال الصدق في العمل ديال الاداره، من بعد رئيس مجلس ولا واحد ممثل الاداره خارجيه يتحدث عن مشروع ما ولا عن برنامج ما خارج هذا الاطار راه ما يمكنش. خصنا نكونوا عارفين اشنو كنوجهوا، يعني علاش؟ من بعد ملي غنديروا الاجتماع ديال السي تي بي اللجنه التقنيه، فالرئيس غيكون حاضر معنا باش يطمئن ويطلع على البرامج التنمويه كلها اللي عنده في الاطار الترابي ديالو كرئيس مجلس، خصو يكون عارف شنو اللي عنده اساسا، وشنو هما الاطراف اللي معنيين. لكن عاودوش نزيدوا نقصوا هذا، خص يكون عندنا واحد النظره واضحه بيننا ديال كل البرامج ديال الدوله على مستوى الكورت واي اطار ترابي ديال الجماعه. سيدنا ملي عطى تعليمات على لا ديكونسونطاسيون لا تمركز اداري، فواضحه الامور احنا غادي في هذا الاتجاه. والعمل اللي كيدار دابا واللي غيدار على مستوى الجهه الان اللي ولات عندها دور كبير اللي غتبع البرامج ديال القطاع الحكومي والبرامج ديال مجلس الدوله بشكل عام، راه كتبعهم في اطار تنسيق كامل وشامل مع اللجان الانتقاليه ديال العمالات. بالتالي ما تخرجوش في هذا الاطار، هو اطار ديال التتبع وديال العمل، وكذلك ذلك اطار تحت ديال المحاسبه. الرؤساء بالخصوص شفت معكم هذا الاشكال ديال حيت ملي وضعنا البرنامج جزء كبير من المشاريع المستقرين طرف الجماعات بصورة كبيرة. طب حاول ما أمكن، هذو هما التعليمات، هما التوصيات اللي تعطاو الفريق العمل اللي يخدم معكم، هو أنه نلتزموا بالبرنامج التنمية ديال الجماعة. كلنا يعلم ربما ظروف فاش كانوا تودعوا برامج التنمية ديال الجماعات. نبداو بسرعة اللي كانت السنة الأولى 2015 2015 باش يخرجوا بالبرامج. مع ذلك حاول ما امكن في البي دي في البرنامج التنميه المدمجه للاقليم انه يتعدى ضرب شي بعض الامور. غير هو باش تكون فعاليه في الاداء ديال الاداره. هذوك دابا البرامج الموضوعين راه عندكم دابا لي طاج قالها لكم السيد كرات وصلتوا بالجد، خاص اعاده النظر في دوك المشاريع. علاش؟ على اساس التنميه للانجاز. انا نقول لكم واحد المساله بالنسبه للمواطن بشكل عام، ما تيطلبش المواطن من الاداره ولا من الممثل ديالو انه هو يقول لي راني غنصوب، راني غادي نعدل، راني غادي نبرمج، راني غادي، ولكن كيطلب المصداقيه في الكلام. يعني الا كنا غنهضروا على مسائل اللي هي عندها اولويه خاصه بالنسبه لصدر الرؤساء، ربما الشتات في الضوء، ربما مصالح الشرب، ربما المسالك الطرقيه، ربما هذا نعطيهم الاولويه على اساس انه ما نحاولوش نضخموا المشاريع بزاف ونقترحوا مسائل اخرى مرتبطه ببناء مدرسه، بناء مركز بكذا، هذا اللي كيجعل انه في الاخر هذاك البرنامج على مستوى ترابي لجماعه معينه ولا دائره معينه غير قابل للتنفيذ، لانه مصادر التمويل ما كتوفرش. خصنا نكونوا واقعيين. بالتالي انا كنت عطيت توصيه للسي وليك على السي بس معكم باش تزيدوا تنقحوا ذاك البرنامج، ما يمكن القيام به يقولوا، ولكن نقول لكم الا تصدر شي حاجه في البي دي اي في البرنامج ديال التنميه المدمجه ديال الاقليم انا التزم فيها وغادي ندير جهدي باش تنفذ. ولكن الحاجه اللي نتوما وحنا عارفين انها ما غاتكونش، يستحسن نهضروا واحد اللغه ديال الصراحه مع المواطن بخصوص المسائل اللي هي ربما من حيث الاولويات
نشوفوا لها اطار اخر، ديال نشوفوا الاساسيات بالخصوص. بزاف ديال الجامعات كيعانيو من ربما من درجية، ربما من مشكل ديال المسالك الطرقيه، ربما من الضوء. هادو نعطيهم اهميه خاصه، ويجيو مسائل اخرى مرتبطه بالبلد هي الاجتماعيه ومراكز الايواء ومراكز ديال الاعاقه وغيرها من الامور. Thank you.